السلام عليكم. يلا بينا نكمل بارت 3 من يونت 1 اد ذا كان بيصيد في المعسكر. هنا بيبقى خاص دايما بجزء الفونكس. الفونكس يعني نطق الصوتيات او نطق الكلمات او نطق الحروف مع بعضها. هنا هندي الديفرنس بتوين الاس اتش والسي اتش. طبعا السي اتش نطق تش، سي اتش ساوندز تش، والاس اتش ساوندز ش. عندي كلمة chair chair cheese cheese fish. ما قلتش هنا بقى fish، لا fish. ما قلتش cheap، لا قلت sheep. dish dish طبق. shirt قميص، shirt قميص. هنا difference between th في النطق، ساعات بتتنطق وساعات بتنطق ز. mother يبقى mother، هنا th sounds mother mother. three ال br sounds br br. bread bread خبز. bring bring يحضر. pr تبقى per per. present present هدية. present هدية. green green أحمر، سوري أخضر. grass grass حشائش أو عشب. tr 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 tree train قطار. drum در 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 drum. cry cry كر كر cry. creek كريك الجدول المائي، يعني المية اللي بتبقى مشتقة ما بين الصخور كده. كريك جدول مائي. اس ال سل سلايد. بي ال بل بلاي بلاي. بلان بلان بلام بلام بركوك. فلاور اف ال. هنا طبعا اكسرسايزز او اسئلة على اليونت كاملة. اول حاجة انا هقول جزء الليسننج وهحل بجزء، والسكوندو بقى تحلوا الباقي كهوم وورك. يعني هنا جزء الليسن انا بقول الويرز المفروض ان تعملوا عليها سيركل، وانتوا بتعملوا على سيركل. طبعا سؤال سهل جدا. ترين ترين يبقى تعملوا سيركل على ترين. بريزنت بريزنت هتعملوا على بريزنت. سنيز سنيز هنعمل على سنيز. listen and complete. wake up نور. what time is it عمر؟ هتكتبوا انتو time. it is 7 o'clock. it's time for breakfast. I am hungry. what's for breakfast؟ طبعا space هنا ناقص فيه for، مش for اربعة، خلي بالكم. for هنا معناها يعني ما على الفطار او ما الموجود للفطار، مش اربعة. we are having or we're having beans and eggs. yum my favorite. طبعا السبيس في كلمة favorite. circle the odd one word and replace it with the correct one. ده طبعا سؤال شبيه جدا اللي بتاع السنة اللي فاتت، ولكن الجديد عندي السنة دي ان انا هستبدل الكلمة المختلفة لكلمة مشابهة للاربع للثلاث كلمات عشان يبقوا الاربعة نفس الكايند. هنا ديسك ديسك، فلاور وردة، تشير كرسي، تيبل ترابيزة. طبعا الترابيزة او المنضدة والكرسي والديسك كلهم حاجة خشبية مصنوعة من الخشب، لكن الفلاور دي نبات، لكن كلهم جماد. يبقى انا هشيل فلاور اعمل عليها سيركل and replace it، واقوم مستبدلاها with another word like ايه، زي مثلا تشير وتيبل، نقول مثلا دور باب بيد سرير، ونقوم كاتبينها في السبيس هنا. clean climb wash cars. واضح جدا ان انا عندي 3 verbs. اللي هيحفظ الكلمات هيعرف بقى يحل السؤال ده بمنتهى البساطة. clean و climb و wash دول 3 verbs، لكن cars دي الكوتشينة هقوم شايلاها واحط verb رابع مثلا زي play. played cooked listen washed. طبعا واضح جدا ايه الاود وان هنا، ايه المختلفة هنا. طبعا كلهم في نهايتهم اي دي، يبقى بس سمبل تنس، لكن listen الوحيدة هي اللي present، اقوم ضايفة لها اي دي، يبقى زيهم بالظبط وحطها في السبيس اللي موجود. jeans cry shirt skirt. واضح ان في 3 clothes، يعني ثلاث ملابس هنا، هول يا jeans
وشيرت وسكيرت. لكن كراي دي فيرب معناها يبكي. أقوم عاملة سيركل على يبكي كراي وأقوم مستبدلاها بملبس رابع زي مثلا كاب، شوز، دريس. بينز، ايجز، 3 بريد. طبعا في عندي 3 كاينز اوف فود، 3 انواع الطعام، لكن 3 هنا معناها 3. طبعا هشيل ال 3 واعمل عليها سيركل واستبدلها باكله رابعه، مثلا ابلز، ممكن اي اكله تيجي على دماغكم، فيش مثلا. طبعا دي انا هسيبها لكم زي هوم وورك، هتعملوها هوم وورك ليكوا في البيت كلها على الديالوج اللي احنا المفروض نكون حفظناها كويس قوي، هعرف ان انا ارتبها، وكمان على الاكتيفيتيز الانشطه اللي موجوده عندي. وعندي البيكتشر هنا على الانشطه برضو، الاكتيفيتي اللي موجوده عندي في الكامب سايت في المعسكر، برضو سهل جدا اعمل سنتنس كتير عليها. وفي الاخر خالص بانكتويشن، ويا ريت تكتبوا الواجب ده في ورقه وتصوروه وتبعتوه لي وانا هصححه لكم، ونتابع مع بعض كده علشان تبقى ايه يونت سهله علينا. وكان معاكم الزيزي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.